ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي واول مره تشوفيني، انزلي اشتركي في القناه من الزرار الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلي علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. وفيديو النهارده هو ريفيو عن ماركه اول مره اجربها واول مره كنت اشوفها. هي كان في زي اعلان ممول كده، كانت الماركه دي منزلاه، فانا عجبتني قوي المنتجات بتاعتهم وحبيت جدا ان انا اجربها، والنهارده هكلمكم عنها. طبعا انتوا عارفين طالما انا غاسله شعري كده فلازم احط التوكه دي كده على شكل ميكي ماوس عشان تحسن من الشكل شويه. تمام، فتعالوا كده نبدا باول منتج. اول حاجه الشركه دي اسمها تيوليبس. خلوني اقرا لكم الاسم عشان ما تلخبطش. الاسم تيوليبس ناتشرال بيوتي كير. تيوليبس ناتشرال بيوتي كير. طبعا الاسم بتاعها طويل شويه، يعني الاسم صعب، بس هي يعني الماركه يعني كويسه جدا. اول حاجه الماركه دي عملتها وهو المست ده بتاع الشعر، الهير مست ده. انا كنت شايفه الماركه دي من قبل ما اتجوز بسنتين تقريبا، بس انا قررت ان انا اجيب الحاجات دي قبل ما اتجوز على طول، لان مده الصلاحيه بتاعتهم سنه واحده فقط، سنة واحدة بس من تاريخ الانتاج. فانا ما حبيتش ان انا اجيب من قبل كده، قلت اجيب قبل الجواز بثلاث شهور او شهرين. فاول حاجة اخترتها من عندهم هي معطر الشعر دي. انا مستخدمة كتير، بس يعني هو بيخلص بالبطيء، ودي حاجة مش كويسة لان مدة الصلاحية بتاعته هتخلص. هو طبيعي 100%. بصوا موجود في حاجات كتير قوي حلوة، في الالوفيرا جيل، وفي زيت اللافندر، وفي كمان ريحة الكرز يعني، وفي جوجوبا اويل، وفي كمان زيت لوز حلو، وفي مكتوب رومانتك اويل، زيت رومانسي، مش عارفة الموضوع ده بصراحة يعني. دي يعني دي المكونات بتاعته. طيب تجربتي معاه، بص هو انا عايزه كده استرجع ريحته. بص هو ريحته سويت، بس مش سويت اللي هي الاوفر او اللي تصدع دي، لا السويت اللي هي الحلوه. واحلى حاجه فيه ان هو ما فيهوش اي مواد مضره. بالمناسبه انا دافعه كل جنيه في المنتجات دي، مش اعلان، بس بحب انقل لكم تجربتي وانتوا عارفين يعني. فده كده يعني المكونات بتاعته كلها كويسة، طبيعي 100%، ريحته حلوة. فأنا أرشحهولك لو انت عروسة، عندهم روايح تانية كتير، أنا أرشحهولك لو انت عروسة ان انت تجيبيه. ليه بقى؟ عشان خاطر هو هينفعك جدا لو انت اتجوزتي كمان في الصيف. ريحة الشعر في الصيف بتتغير يعني من العرق وكده، فلما بترشي بتعملي فريش بجد، بيبقى روعة. يمكن في الشتاء ما بحتاجلوش كتير بسبب ان الشتاء دفى بقى وكده، ريحة الشعر ما بتطلعش يعني. بس لو انت مثلا غبتي في غسيل شعرك ممكن ان انت تستخدميه، فهو كويس جدا جدا. وكويس ان هو يعني حاجة مصرية زي كده بالمنتج الحلو ده بالسعر الرخيص ده. انا تقريبا انا مش فاكرة كنت جايبة بكام، بس اعتقد كنت جايبة ب80 جنيه، فسعره كمان مناسب جدا. فبصراحة حلو قوي قوي قوي، وان شاء الله هخلصه يعني عبات مصيف يجي هكرره تاني ولا لا. اكيد طبعا هكرره طالما هو طبيعي وريحته حلو، فاكيد انا هكرره، لاني ما بحبش على الشعر بالذات يتحط حاجات كيماويه كتير، كفايه اللي احنا بنحطه عليها، فمش هاجي اعطره مثلا فهزود بقى اللي هو بيحصل له. فهو حلو جدا. انا لو ما كنتش دلوقتي شعري مبلوك كنت رشيت منه، مستنيه شعري ينشف وبعد كده ارش منه ان شاء الله. فارشحه لكم. كمان الباكجينج بتاعته حلوه قوي. الباكجينج اللي هم كانوا جايبينها لي في البدايه كان ليه غطا وكان محترم يعني، ولكن اللي عجبني اكتر ان ما بيسربش، مثلا ما فيش حته مخرومه، مثلا ما فيش تلزيق من بره، المنتج مش طالع. فبرضه انا بحترم جدا النقطه دي، بحب قوي ان الشركات تهتم بالباكجينج اكتر من المنتج ذات نفسه. تاني حاجه هكلمكم عنها من عندهم هو التنت ده. كلمتكم على فكره عن التنت ده. التنت ده اكتر من روعه. هو ملوش ريحه يعني، ملوش ريحه حلوه او ملوش ريحه وحشه، ودي حاجه كويسه لاصحاب البشره الحساسه. انا عايزه اجرب لكم التنت ده كده دلوقتي، هو كريمي، عايزه اجرب لكم. بصوا انا هاخد نقطه صغنونه كده احطها هنا، واحط برضو يعني ثلاث نقط بصوت كده. انا عايزه اقول لكم ان ده كمان، بصوا الحاجات دي، بصوا حتى لو سبته شويه مش اللي هو هيثبت. النقط الصغنونه دي، الحاجات الصغنونه دي هتعمل دلوقتي بلاوي بلاوي بلاوي. احلى حاجه ان هو مرطب،
يعني هو كمان غير ان هو تنت فهو فيه نسبة ترطيب، نسبة الترطيب بتاعته روعة، وكمان مش مضر، يعني مثلا مش هيضر بشرتك، مش هيطلع لك حبوب، مش هيعمل اي حاجة يعني. تمام، فده كده شكله مكتوب كمان عليه. بصوا عمل ازاي، ناتشرال جدا، طبيعي جدا، مش بيبان خالص ان هو اوفر. احلى حاجة كمان فيه يا بنات ان هو عادي يستخدم لاي مكان تاني غير الوجه، زي ايه؟ العرايس مثلا، ممكن تحطيه مثلا على منطقة البيكيني عادي، ممكن مثلا تحطيه في اي منطقة تانية انت حابة ان هي يكون شكلها حلو، يعني عادي بتحط في اي مكان يعمل المكان بينك وفي نفس الوقت بيرطف، ودي حاجة كويسة جدا جدا ليه، وان هو مفهوش اي مواد مضرة. بصوا موجود فيه ايشيا باتر، كولاجين، سويت الموند اويل، فيتامين اي، بصوا فيه حاجات كتير حلوة قوي قوي، وكميته كمان فظيعة للي بيستخدم الحاجة بصورة يومية. مشكلتي ان انا ما بستخدمش الحاجة بصورة يومية، ودي حاجة مضايقاني جدا، يعني اللي هو ما يعني انا مش من مفضلي الحاجات دي، بس هو موجود، منين ببقى عايزة استخدمه بستخدمه. تالت حاجة هكلمكم عنها من الماركة دي، وهو الزيت ده او البرفيوم ده بتاع البيكيني من عندهم. اول مرة اعرف ان في برفيوم بيكيني، وانبهرت بصراحة من الموضوع ده، يعني ان في حاجة اسمها برفيوم بيكيني اصلا. بص هو جاي شبه القلم كده، الباكج بتاعته بجد مريحة قوي، بتشيلي القلم كده وبتبدأي تبخي بالبتاع دي كده على منطقة البيكيني. بص انا مستخدماه كده لحد هنا، كان اول شهر في فرحي استخدمته كتير. بصوا ريحته برضو سويت، يعني تحسوا ان ريحته فيها شبه قوي من ريحة المعطر بتاع الشعر، يعني نفس المكونات، وعايزة اقول لكم انه طبيعي 100% وزيتي كده، يعني لما بتحطيه على ايدك وتعملي كده هتحسي ان هو مرطب، تحسي ان هو زيوت. فاحلى حاجة ان انت هترطبي المنطقة مش هتضريها، طبيعي 100%، يعني بجد حلو قوي. واول ما يخلص برضو هجيب من عندهم تاني، يعني هطلب يعني اوردر تاني من عندهم واجيب منه الحاجات اللي ناقصاني وكده والحاجات اللي انا عايزاها. حبيت جدا جدا البرودكت دي بصراحة. اسوأ عيب في البرودكت دي انها طبيعية، يعني انا حلوة وفي نفس الوقت مضايقاني انها طبيعية، لان مدة صلاحيتها سنة واحدة بس. وطبعا طبعا انا بحتاج ان انا شوية ان انا استخدم المنتج براحتي، انا كده من الناس اللي بستخدم المنتج براحتي، فما بقاش عايزه اتقيد مثلا بميعاد 6 شهور، سنه، سنتين، فاهمين؟ اقل حاجه يكون المنتج بالنسبه لي مده صلاحيته 3 سنين، عشان انا بحب استخدم براحتي، ما بقاش حاسه ان انا متكتفه او لازم اخلص المنتج بسرعه قبل ما الوقت بتاعه يجي او قبل اي حاجه يعني. فده اسوأ عيب فيه. انما المركزات نفسها بالمنتجات بتاعتها كجوده وكمنتجات مصريه بجد عجبتني جدا، ارشحها لاي عروسه يعني حابه انها تجيب نفس المنتجات دي. وبس كده يا حلوين، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصل لكم اشعار اول ما انزل فيديو جديد. يلا جود باي حلوين.